أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام. تتميز إثيوبيا بأنها أرض للجيولوجيا والمعادن المختلفة، فلقد حباها الله سبحانه وتعالى العديد من الهبات. نحن معكم من هذا المعرض الذي تنظمه وزارة المعادن والتعدين بشكل سنوي، ونحن في سنته الثانية. للحديث أكثر مشاهدين الكرام كونوا معنا. إثيوبيا بلف التكيت عمتات لما بلتسك لما كير. شاركت إثيوبيا في غضون السنوات الماضية في 5 قطاعات تنموية مختلفة، أولها قطاع الزراعة، كون إثيوبيا تزخر بموارد مائية وأراضي خصبة للاستمرار بالعمل بهذا القطاع. أما ثانيا هو قطاع الصناعة، كما هو معروف أن قطاع الصناعة والتصنيع ذو نفوذ كبير عالميا، ويساهم في إدخال عملات أجنبية للبلاد، ويفتح مجال عمل للمواطنين بشكل أكبر، ويلعب دورا كبيرا ومحوريا. ويذكر أنه تم بناء 12 مناطق صناعية من قبل الحكومة وثلاثة حدائق صناعات الزراعية في البلاد. بالإضافة إلى ذلك يحتضن قطاع الصناعة قطاعات واسعة مثل قطاع الطاقة، والذي هو من أهم القطاعات في مجال الصناعة والتصنيع. تعمل إثيوبيا على بناء ثالث أكبر سد في القارة الأفريقية، ويعتبر كل من سد النهضة وسد كويشا من أكبر مشاريع الطاقة المائية الجارية في البلاد. رغم كون قطاع الصناعة من القطاعات المهمة، ولكن لا جدوى منه إذا لم يشهد قطاعي التعدين والزراعة تطورا يؤثر في الصناعة والتصنيع. أما الثالث هو تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والذي يساهم في تحديث قطاع التعدين، قطاع الصناعة وقطاع الزراعة، مما يجعل الحياة أسهل والمضي قدما نحو التطور والنمو. ويذكر أنه عما قريب تم استخدام تكنولوجيا المال المحمول، والذي شهد أكثر من 1 تريليون من عملية تحويل مالية وأكثر من 38 مليون مشترك، وذلك في غضون عامين فقط. أؤمن بشكل كبير أنه إذا واصل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بهذه الطريقة سنشهد صعودا سريعا في باقي القطاعات. أما الرابع فهو قطاع السياحة، تعتبر إثيوبيا من أهم الوجهات السياحية في العالم، وتزخر بطريق عريق وأماكن سياحية عدة تجلب إليها السياح. كما تعمل الحكومة في تطوير قطاع السياحة، وذلك من خلال مشاريع مثل مشروع غورغورا الحديث. وأدعو من خلال هذه المنصة أن تتمتعوا في جمال هذا المشروع بزيارته واستكشاف الجمال الطبيعي الذي يحمله. أما أخيرا وليس آخرا هو قطاع المعادن والتعدين، والذي اجتمعنا من أجلها اليوم. إثيوبيا تتمتع بثروة معادن هائلة من شمال أرضها إلى الجنوب ومن شرقها إلى غربها. الأعمال التي كان يتم عملها في قطاع المعادن في غضون السنوات الماضية كان استكشاف إذا كان لدينا معادن أم لا، ولم نعطيه الاهتمام المطلوب. أما الآن فقد تم استكشاف القليل من المعادن التي تساوي ثروة هائلة على المستوى القاري، من الذهب إلى الأحجار الكريمة والعديد من المعادن المتواجدة في البلاد. وأدعو كل مهتم في هذا المجال مشاركة آراءهم ومعلوماتهم في هذا المجال. هذا المعرض هو حجر الأساس لمشاريعنا القادمة، وأوجه رسالة إلى مواطنينا أنه يجب أن نتعاون في توسيع هذا المجال. وهناك مشاريع كثيرة تترأسها الحكومة، منها فندق هيلتون المعروف، وأعتقد أن هذا ليس عدلا لمواطنينا. لماذا لا يعمل مواطنينا بإنشاء شراكات والاستثمار في العديد من الموارد التي تزخر بها البلاد؟ أقول أنه يجب أن يعمل كل من الحكومة والمواطنين معا لتطوير هذا المجال. قطاع المعادن مربح وسيجلب عملات أجنبية للبلاد، وأدعو من خلال هذه المنصة أن لا نفوت هذه الفرصة الكبيرة التي أتت إلى أبوابنا. كما ذكر السيد هابتامو من قبل أن هناك أماكن في إثيوبيا تشهد صراعات متواصلة، ولهذا السبب لم نتمكن من استكشاف هذا القطاع ورسم خطط لتطويره على النحو المطلوب. أقول أن مواجهة المصاعب شيء طبيعي، وأقول أن رغم كل هذه المصاعب يجب تكثيف الجهود والمثابرة. وأود أن أذكركم أن إثيوبيا تملك 120 مليون نسمة، وأقول لنركز على نقل وطني ينعم بالسلام والأمن والتحبب والوئام بين الشعوب، ولنعمر لا ندمر، فإثيوبيا أرض تستحق المجاهدة لأجلها. شكرا لكم. أنكار هاجر للجوتشاتشن الناس ركب أمسكنال. يو
يواجه مجال المعادن والتعدين والنفائس والمجوهرات في إثيوبيا العديد من التحديات، وكما قال رئيس الوزراء أن التحديات والمعوقات التي يواجهها مجال التعدين والمعادن في إثيوبيا هي أكبر دليل على أن إثيوبيا يمكن أن تستفيد بشكل أكبر في هذا المجال. أنا أتشرف لأول مرة بحضور الماينتكس بتاعت سنة هذه السنة، ولاحظت على أنه في عرض جيد وبغزارة لكل الأحجار والمعادن الموجودة في إثيوبيا من مختلف القطاع الخاص والقطاع العام، وطبعا هذه فرصة طيبة وجيدة لجذب الاستثمار في مجال قطاع التعدين الإثيوبي، سواء كان الاستثمار الخارجي أو الداخلي. ويعني أنا عجبني جدا التنسيق والتحضير، برضو المحاضرات والنقاشات صاحبة في مختلف المجالات التي تهم تنمية الاستثمار التعديني في إثيوبيا. المشاكل أو التشالنجز اللي بتواجه قطاع التعدين واستثماراته ليست محصورة فقط في إثيوبيا، وإنما في كل دول الجوار وفي العالم الأفريقي والعالم العربي وكل العالم. ولكن يعني هنالك لابد من الاستفادة من البيست براكتسز من بعض الدول التي قدرت يعني تحطم هذه التحديات، ويكون قطاع التعدين فيها عنده مساهمة مقدرة في الاقتصاد الوطني. لابد الاستفادة من خبرتها في هذا المجال. أدعو للترانس باوندر اكتيفيتيز بين إثيوبيا ودول الجوار، لأن الجيولوجيا لا تقف في الحدود، وهناك كثير من الصخور والمعادن الحاوية تجتاز هذه الحدود السياسية، فلابد من التعاون في ترانس باوندري أو كروس باوندري كولابوريشن. برضو الحكاية دي بتساعد في التقليل من التهريب أو الإليسيت مينرال فلو. هذه ليست مشكلة إثيوبيا، إنها مشكلة كل الدول الأفريقية وحتى كثير من دول العالم. فلا بد الحكومات عن طريق وزارات التعدين فيها تقعد مع بعض، خاصة ابتداء دول الجوار، ويضعوا أسس لمحاربة ومكافحة هذا التهريب الغير رسمي بين الدول، حتى كل دولة تحفظ حقها وكل دولة تساعد الدول المجاورة في حفظ حقها. وفي هذا المجال من ناحية علمية عندنا مؤسسة الجيولوجيا الإثيوبية وبرضو مؤسسة التعدين الإثيوبية التي أنشئت تحاول تتعاون مع كل الميجر ستيك هولدرز في قطاع التعدين الإثيوبي، ابتداء من الجامعات وكل المراكز العلمية والبحثية، وبرضو المعدنين التقليديين والناشطين الاجتماعيين في مجال الانفايرومنت أو البيئة. وذلك في سن القوانين لسن قوانين يعني تكون مقبولة لكل الأطراف، لأنه الاكستراكتيف اندستري والتعدين برضو بيأثر في إذا لم يتم بطريقة مرشدة بيأثر في التعدين وفي البيئة. برضو هنالك في جانب مهم جدا، المناطق التي يتم فيها التعدين سواء كان بمستوى كبير أو صغير أو متوسط، الأهالي في تلك المنطقة لابد أن يستفيدوا من عائدات التعدين حتى يكون الاستفادة جامعة وقومية على نطاق البلد، ليس يصيب فقط على المستوى المحلي والغروي والإقليمي والفيدرالي. وطبعا بيستنى القوانين الجاذبة والقوانين التي تحفظ الحقوق دي بيساعد على أنه التعدين يتنامى وما يواجه أي مشاكل، حتى وإن كانت الحكومة الفيدرالية أدت ترخيص ما يكون هنالك في غبن أو عدم رضا من أي مستويات الحكم في الأقاليم. وبرضو في هذا الصدد أدعو وزارة المعادن الإثيوبية أن تحسن من مركزها الوطني، حتى إن لم يكن هناك مركز وطني تنشئ مركز وطني يقدم خدمات التعدين في مجال التدريب والتست والاختبارات وكل المجالات التي تهم، ويكون مركز تعديني وطني إثيوبي، وتساهم فيه الجامعات وتساهم فيه المصالح التعدينية في الحكومة. وممكن الحكاية تتم بشراكة مع القطاع الخاص عشان ما يكون الصرف كله على الجانب الحكومي، يكون إنشاء هذا المركز بشراكة
ما بين القطاع الخاص والقطاع العام ومثلا في الحكومة أو أي بنك استثمار يقدم خدمات التعدين، حتى ما تلجأوا في كثير من هذه الخدمات إلى خارج إثيوبيا، لأنه ده يعني على أنه القيم اللي بتدفع لهذه التحاليل وكل هذه الخدمات بتمشي لخارج إثيوبيا. فتحديات كثيرة، وأنا واثق على أن إثيوبيا تاريخيا يعني ضاربة الجذور في التعدين. وأنا واثق على أن إثيوبيا تاريخيا يعني ضاربة الجذور في التعدين، وحزام عدولة معروف، وكان ساهم الذهب المستخرج منه في ثراء الممالك العالم القديم، وحتى ميناء عدوليس مسمى على هذا الميناء، وأكثر من ميناء على ساحل البحر الأحمر السوداني، لأنها كانت نقاط لتصدير الذهب والمعادن بجانب الثروات الطبيعية الأخرى. تسعى مشاهدين الكرام وزارة المعادن والتعدين من خلال هذا المعرض إلى عرض محتوياتها الوطنية من أجل منافسة السوق الدولية، وتسعى كذلك إلى أن تصبح ثانية أكبر مورد في أفريقيا بعد جنوب أفريقيا، وذلك من خلال إقامة معرض سنوي يظهر ما تمتلكه إثيوبيا من المعادن والتعدين والمجوهرات في هذا الشكل، وتسعى كذلك إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتعريف المستثمرين الأجانب فيما تمتلكه إثيوبيا من فرص ذهبية في مجال التعدين، كما تعمل وزارة المعادن والتعدين إلى تعزيز مجالها في الأسواق العالمية. جميل جدا أستاذي، كما أسلفت سابقا أن إثيوبيا لها مجال واعد في مجال التعدين، وما هي رسالتك الأخيرة للمشاهدين في هذا المجال؟ والله على أنه يعني التعدين لا يترك للحكومة لوحدها، الحكومة عندها التزامات كثيرة، ولا بد برضو القطاع الخاص بمختلف المستويات سواء كان في التعدين الكبير أو المتوسط أو الصغير يخشوا. وهنا أود أن رسالتي محددة للتعدين الصغير، يعني الناس اللي بيعدنوا أو الناس اللي بيشتروا هذه المعادن خاصة الأوبال، يضيفوا لها قيمة محلية بدل يصدروها خام إلى أوروبا بأوروبا أو خارج البلاد بأسمان بخسة، فإضافة القيمة بالقطع والتلميع ومنها خلق صناعة لصناعة المجوهرات، أفتكر ممكن تكون في إثيوبيا، ودي ما دار رأسمال كبير والإثيوبيين أذكياء، وأنا شايف هذه الصناعة والتجارة داحت لها أكثر من 10 سنين دائرة تغوية، والحمد لله عملوا حس أسوسيشن للإثيوبيين الشغالين في مجال الأحجار الكريمة وتجارتها، وأنا ذات يعني أتيحت لي الفرصة أن أكون عضو فخري، وحنساعد رسميا وشخصيا في كل هذه المجالات عشان قطاع التعدين يساهم مساهمة مقدرة بالنسبة للدولة وللشعب الإثيوبي بكل مقوماته وقومياته. إن شاء الله، شكرا جزيلا سعادة البروفيسور. كتر خيرك.